بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن التبول أو كثرة التبول الليلي عند كبار السن، ومعانا بحث أمريكاني معمول في أمريكا، معمول على 5926 إنسان كلهم بيعانوا من التبول أو كثرة التبول الليلي نكتوريا. فالبحث ده بيقول إن نصف عدد الأمريكان فوق سن الأربعين بيعانوا من الحكاية دي، من المرض ده، كثرة التبول الليلي. ودي طبعا شيء مزعج، لأن ده بيقوم الإنسان من النوم، وبالتالي ممكن ما يعرفش ينام تاني أو ما يعرفش ينام كويس، وبتبقى شيء غير محبب وغير مستساغ. فالبحث بيدور على حاجة تعالج حتة التبول الليلي دي، وبيكون شيء طبيعي. فإذا عرف السبب بطل العجب. هم لقوا إيه؟ لقوا ومن أبحاث سابقة يعني إن كثرة التبول الليلي مرتبطة بحاجة اسمها الالتهابات المزمنة، التهاب المزمن أو يسموه الانفلاميجينج، اللي هو التهاب في الجسم، مش التهاب المفاصل، التهاب عام مرتبط بالجسم. تاني حاجة اسمها الإجهاد التأكسدي، ان هم الناس دي عندهم استرس كتير، ونسبة الاكسدة في جسمهم وما بياخدوش حاجات مضادة للاكسدة كتير، فنسبة الاكسدة عندهم عالية، بيسموه الاجهاد التأكسدي. تالت حاجة الشيخوخة عموما وعوامل الشيخوخة والتقدم في السن. قالوا طيب ايه اللي موجود في الاكل من مواد كيميائية نافعة ممكن تعالج التلات حاجات دول، وبالتالي تقلل، او احتمال، البحث لسه ما اتعملش، احتمال تقلل لنا التبول الليلي. في مواد اسمها الفلافونويدز، اسم غريب وكده، بس احنا اللي يهمنا المواد دي هنقول هي موجوده في اطعمه شكلها ايه، بحيث ان احنا نكسر من تناولها. المواد دي فيها كل الكلام ده، بتضاد الانفلاميجنج اللي هو الالتهاب المزمن، مضاده للاكسده، عوامل انتي اوكسيدنت قويه جدا، من احسن الانتي اوكسيدنت، ومضادة في أبحاث كتيرة جدا للشيخوخة. وكما أقول كلمة مضادة للشيخوخة يعني مش هتمنعها، مضادة للشيخوخة دي مش زي المضاد الحيوي، لا، مضاد للشيخوخة يعني بيبطئ أو بيقلل من الأضرار بتاعة الشيخوخة زي بعض الأمراض المزمنة. فالمهم جابوا بقى 2926 واحد دول، وكلهم فوق سن 40 سنة، كلهم عندهم موضوع إيه، كثرة التبول الليلي. في تجربة أو يعني استقصاء قعد من 2007 ل 2010، ثلاث سنين، بيجمعوا انت بتاكل ايه، انت نسبة التبول عندك كم مرة، بتروح الحمام ايه، اللي بتاكله الصبح، ايه اللي بتاكله الظهر، ايه اللي بتاكله العشاء. فلاقوا الاتي، ان الناس اللي بتاكل نسبة كبيرة من الفلافونويدز اللي هنقول هي موجود في ايه دلوقتي، التبول الليلي عندهم او نسبه موضوع التبول ده مظبوط عندهم. وكل ما كثرت نسبه المواد دي في الاكل بتاعهم، كل ما كان نسبه ذهابهم الى الحمام مساء قليل. فنقول ايه بقى عشان المواد دي في إيه؟ ايه اسمها ايه، وانا واثق ان ده مش هيهم ناس كتير، لكن موجوده في اطعمه ايه علشان نكسر منها. اول ماده اسمها الايزوفلافونز، اسم غريب، ودي موجوده في فول الصويا ومنتجات الصويا عموما، التوفو وحليب الصويا والميسو والتيمبا وكل الحاجات بتاعت الصينيين والجماعه الاسيويين دول. ودي طبعا احنا ما بن ايه ما في عالمنا العربي ما بنهتمش بيها، وان كان فول الصويا ده بيتحط في بعض حاجات يعني بيحطوه بديل للفول العادي. في بقى اهم حاجه بقى عندنا احنا البقوليات، الحمص والعدس، الحمص والعدس مليئين بماده الايزو فلافون. في مادة بقى غريبة، هي اسمها غريبة، والبرسيم الأحمر، هي مش برسيم خالص بتاع الحيوانات بتاع انت الأخضر دي، هي البذور بتاعتها وردة جميلة جدا جدا، تطلع عند يعني بيزرعوها، وساعات بتطلع لوحدها كده عند المصارف والترع، وردة لونها بامبي حلو، والبذور بتاعتها غنية بالأيزوفلافون. هحط لكم صورتها. فوائدها ايه بقى بالذات للستات، يعني اللي انا قلته ده، الفول والحمص والعدس، فول الصويا بالذات دي للستات، بتنسق الهرمونات وتظبط الهرمونات عند الستات، وخصوصا بعد انقطاع الطمس. حاجه كمان اسمها الانسو ساينينز، برضو الاسماء، سيبك من الاسامي العلميه دي، اهم حاجه المصادر بتاعتها. انسو ساينينز دي تلاقيها دايما في الحاجات الملونه قوي ولونها حلو، يعني تلاقيها في التوت، كل انواع التوت، التوت الاسود،
التوت العادي ده اللي هو الاحمر العادي، وتلاقيها في الفراوله، ماده الحمر الجميله اللي في الفراوله دي، تلاقيها في الكركديه، الكركديه الاحمر الجميل ده، في الكرز، في العنب الاحمر، في البدنجان، في الملفوف الاحمر، كرنب الاحمر، وفي الارز الاسود. كل دي مصادر للانثوسيانينز، التوت بانواعه، فراوله، كرز، عنب احمر، وملفوف احمر، ورز اسود. فوائدها ايه الصحيه بقى؟ مضادات اكسده قويه جدا، بتدعم صحة القلب، بتدعم صحة القلب، وبتحسن الوظائف الإدراكية، يعني الخرف والنسيان والحاجات بتاعت الذاكرة اللي بتيجي مع السن ده إلى جانب موضوع إنها بتقلل التبول. كل اللي بقوله الفوائد التانية دي فوائد إلى جانب إنها لها علاقة بتقليل التبول الليلي. مواد اسمها كاتيكين وسايفلافين وبرو أنسوسيانين، أسامي غريبة، بس موجودة في ايه بقى؟ موجودة في الشاي الاخضر وفي الشاي الاسود، بس ما ينصحش بتناول الحاجات دي بكثرة مساء، في الشوكولاتة الداكنة، في الكاكاو، في التفاح، في العنب الاحمر برضو، في التوت البري. فوائد صحية بتاعتها بقى، اهم حاجة مفيدة للقلب والاوعية الدموية، ومضادة للالتهابات وواقية للاعصاب. يعني الجمال اللي عندهم السكر، ماشي، اللي عندهم السكر عشان موضوع الأوعية والأعصاب اللي عندهم دول، واللي عندهم الضغط يكتروا من الحاجات دي، الشاي أخضر، شاي أسود، بس طبعا ما يحطوش عليه سكر كتير، تمام، ولا يستخدموش سكر محلي، استخدم يعني كمية بسيطة من السكر العادي، ولو انت مش ما عندك سكر ولا عندك سكر حاول تشرب الحاجات دي من غير سكر، توت بري وهكذا. مادة تانية اسمها الفلافانونز، ودي بقى موجودة في الحمضيات اللي هم البرتقال، الليمون، الجريب فروت، الليمون الحامض، وقشور الحمضيات، المواد دي. ولكن يعني الفوائد الصحية بتاعتها طبعا مضادة للأكسدة، الحمضيات دي كويسة جدا، وفيتامين سي فيها كمان، مضادة للالتهابات، بتدعم صحة التمثيل الغذائي والقلب. اهم حاجه بس في الحمضيات يا جماعه ما تكتروش منها بالليل، لان هي فيها حمضيات، الاحماض اللي فيها دي بتزود اضرار البول، تمام، ولو هتشربها بالليل يبقى احسن حاجه انك انت بالليل قبل ما تنام تاخد جرعه الكربوناتو او البايكربونات اللي احنا اتكلمنا عنها في فيديو مشهور جدا، تمام، بتاخدها بتعادل التاثير الحمضي بتاعها، بتغسل الكلى وبتقلل التبول الليلي بدرجه كبيره جدا. دي حته خارجه عن البحث بقى اللي معمول على الفلافونويدز، البيكربونات اللي في الفيديو، انا عامل فيديو مشهور قوي عن الكربوناتو او البيكربوناتو وفوائدها، او اسمها السودا عند الجمال العراقيين. بعد كده الفلافونويد، في بقى ايه؟ معظم الفواكه، الخضروات، يبقى خد بقى، خش على الخضروات، جرجير، فجل بتاع، في الشاي، في الشوكولاته الداكنه، اعشاب زي البقدونس، البقدونس بيقولوا عليه اعشاب مش خضروات، مضادة بقى للأكسدة ومضادة للالتهابات وتعزز المناعة، مهمة للمناعة بشكل عام. لسه كنا متكلمين على الحلقة عن المناعة من شوية. مادة كمان اسمها الكويرسيتين والمايرسيتين، أسامي غريبة، موجودة في البصل واللفت، بروكلي، بصل وبروكلي، تفاح، عنب، توت برضو، شاي أخضر، نبيذ أحمر، تمام، عنب أحمر بقى سيبك من النبيذ ده. الفوائد الصحية، مضادة للالتهابات، تدعم صحة الأوعية الدموية، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة زي السكر. حدش بياكل بصل كتير ويعاني من موضوع السكر ده، بصل مع حاجات تانية كده وقاية وعلاج من الأمراض من السكر. وهات أي واحد عنده السكر كده خليه ياكل أكل معظمها بصل. جماعة الهنود بيحبوا يفطروا الصبح عيش وبصل، بيستحملوا عيش وبصل، لا، وبيغمسوه بالشطة، يجيبوا الشطة البودرة الحمراء دي ويخرطوا البصل ويغمسوا البصل بالشطة مع العيش بتاعه ويفطروا كده، يبقى زي الفل، يروح على الشغل بقى بالبصل بتاعه، تبقى عملية جميلة. فده يعني الحاجات اللي هي بتقلل لنا التبول. فتاني يا جماعة المصادر، كل الحاجات دي انا هحطها لك بقى، وانا بتكلم في الفيديو هتلاقي صورة مجمعة للنباتات دي كلها، هتلاقي الموالح، هتلاقي فيها التوت، هتلاقي فيها الفلفل الاحمر ده، الفلفل الكبير الاحمر ده والاصفر، هتلاقي فيها البروكلي، هتلاقي فيها العدس، الفول، الشوكولاته السوداء. ليه الشوكولاته السوداء؟ لان التانية معظمها سكر، اللي هي الحلوه دي، البصل
خد بصل بقى، فحل البصل ده اللي هو البصل اخضر وبصل عادي يعني، حاجة بقدونس. بقدونس ده جميل، بيغسل الكلى. فوائد الحاجات دي بقى يا جماعة، فيها كل الأسامي العجيبة اللي احنا قلناها دي، الأسامي العجيبة دي احنا اللي مسميينها، لكن هو ربنا خلقها مواد كيميائية فيها بركة، يعني فيها بركة ومفيدة. ولما الحاجات دي تذكر في الكتب المقدسة بتبقى يعني كل ما هو ذكر مثلا في القرآن بتلاقي دايما له فوائد يعني صحية جميلة أوي. ده بالنسبة لموضوع التبول الليلي، وأشكر الناس اللي بتعجب بالحلقة أو اللي بتشترك في القناة، واللي بينتسبوا اللي بينتسبين القناة بشكرهم، وهتيجي حلقة وأعلن عن أساميهم يعني، وأقول لهم إن اشتراككم ده أو انتسابكم للقناة ده الفلوس بتاعته بتتوجه إلى البحث العلمي ليس للقناة. فأشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.